تقليدا للذكرى الحادي عشر لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أبدعها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وتحت شعار ورش ملكي مفتوح باستمرار لمحاربة الفقر والإقصاء الاجتماعي والهشاشة، احتضنت عمالة إقليم برشد يوم الثلاثاء 31 ماي 2016 يوم دراسي تواصلي ترأسه سيد عامل إقليم برشد بحضور رؤساء الجماعات الترابية التابعة للإقليم، المنتخبين رؤساء المصالح الخارجية وممثلي وسائل إعلام محلية ووطنية. وقد تميز هذا اللقاء الدراسي بكلمة سيد عامل إقليم برشيد التي أكد فيها على أهمية وقيمة هذا الورش الملكي السامي ومدى مساهمته في تخطي مجموعة من الاختلالات الاجتماعية، حيث جعل من العنصر البشري يتموقع في صلب كل المبادرات التنموية وغايتها. وفي ختام كلمته دعا عامل إقليم كافة الفاعلين إلى التنسيق وتضافر الجهود للمضي قدما نحو تحقيق مزيد من النجاح لهذا الورش الملكي المهم، حتى يتم تحقيق الأهداف المتوخاة منه على أكمل وجه. وفي ختام هذا اللقاء تم نقل الحضور على متن حافلات لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في زيارة لمشروع تأهيل وتجهيز جناح أبو الحكم بمستشفى الرازي للطب النفسي ببرشيد، حيث كان في استقبال عامل الإقليم والوفد المرافق له مندوب وزارة الصحة بالإقليم مدير المستشفى وطاقم إداري وطبي للمستشفى، حيث قدمت له الشروحات حول هذا المشروع ومعايناته.